طيب، المجلس الثقافي البريطاني عقد مؤتمر تعليمي مهم جدا في مدينة العالمين، جمع القيادات التعليمية ومسؤولي المدارس والمعلمين لمناقشة عدد من الموضوعات زي القيادات التنموية في المؤسسات التعليمية وكيفية بناء ثقافة مدرسية إيجابية وتأثير التكنولوجيا على التعليم. تفاصيل أكتر هنعرفها لما نشوف التقرير اللي جاي. الحقيقة أنا عايزة أشكر البريتش كونسل لأن هي مدية الفرصة للمدارس إن هي والليدرز إن هم يحضروا مؤتمرات زي كده. بنفيت كبير يعني جود كوميونيكيشن وبيدي اراء وبنتبادل خبرات، فده اكيد بيفيد في الاخر التعليم ان جنرال. زائد طبعا السيشنز نفسها اللي بتقام على ايدي ناس يعني متخصصين وناس جايين من انجلند مخصوص عشان المحاضرات اللي زي دي، لان احنا بنهتم جدا ان احنا يكون في continuous development وان احنا يكون up to date للعالم وتغيرات في generations، التغيرات في techniques التعليم، الابروتشز نفسها ازاي to develop leaders. فاكيد دي كلها مواضيع مهمة جدا، كل مدرسة وكل leader حاضر اكيد في تغيير هيحصل له، في plan، في mind plan هيشتغل، هيتغير في مايند سيت، هيتغير في، هيبقى في ريفيزيتنج للبلانز بتاعتنا اللي اكيد هتعمل تغيير بعد كده، هنبتدي يبقى في اكسبلوريشن اكتر. The British Council has been working around the world for the last 85 years and in fact Egypt was the first office that we opened overseas. And for 85 years in Egypt we've been working in education and in support of the Ministry of Education reforms and initiatives in education. This particular conference, we've gathered from across Egypt, we've gathered 185 school leaders for the British Council Partner Schools Conference for 2 days of thinking and talking about leadership and about the challenges of the future and the ways in which we can work to overcome them. It's been a very intensive and dramatic couple of days, very dynamic and lots of information, ideas, experience exchange. It's been marvelous. There are various ways in which we're learning from each other over these 2 days. Some of the colleagues who are present here, some of the delegates who are present here, they will benefit from all the talks and the conversations around, for example, school leadership. There will be others who will benefit from the talks and the conversations that are happening around the area of usage of technology. There is something for everyone in this conference, and everyone will benefit from these conversations and from the expert, the knowledge being shared by the experts, both from the UK as well as from Egypt, with each other, so that when they go back to their schools, to their classes, they can take this information, this knowledge, back to their environments and implement the new strategies. عموما المؤتمر مركز على الليدرشيب، نجاح الليدرز في إدارة المؤسسات التعليمية وإزاي تبقى مدير ناجح. والحقيقة كان المؤتمر فعال في الجزئية دي، وإحنا أصلا كان في مؤتمر قبل كده برضو في لندن على نفس الموضوع. المؤتمر ناجح جدا لأنه هو شغال بطريقة الوركشوب، فإحنا بنتفاعل، بنفكر، كل واحد بيتكلم على السترينجز اللي عنده في المؤسسة بتاعته والويكنسز اللي عنده وإزاي إن إحنا نتغلب على الحاجات دي كلها. كانوا بيتكلموا ميني على ازاي المديرين او الليدرشيب يبقى عندهم كالتشر مختلفه جديده تمشي مع الاستراتيجي الجديده والتكنولوجي الجديده للطلبه وللمدرسين، ازاي يحصل انجيجمنت، ازاي الليدرز نفسهم يمرنوا او يجيبوا هيومن ريسورسز، حاجات كواليتي بتاعه هيومنز تعرف تشتغل وتعمل حاجه كويسه وتقدم حاجه للتعلم.